إلى آخره. وهذا الميكروبروسيسور ممكن زي ما حكينا في الشابتر الثلاث من كتاب فهيد ممكن استخدامه عشان أبني إمبيدد سيستم، بحيث إنه أعمل له انستوليشن وأكتب كود بالأسمبلي أو بأي أو بالإمبيدد سي أو بأي إمبيدد لانجوج، ونفذ هذا الكود على هذا الميكروبروسيسور عشان ينفذ الفانكشناليتي المطلوبة باي سوفت وير للإمبيدد سيستم وبالفعل حتى هاي اللحظة مثلا البنتيوم بعد ما ماتش البنتيوم يستخدم في sometimes كإمبيدد بروسر كونه يعني low cost low size إلى آخره. طيب الشكل الآخر للبروسينج إليمنت في أي إمبيدد سيستم والمشهور كثير اللي هو المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر اللي هو اللي بشبه اللي هو جوات الشيب، راح ادخل الميموري كمان على حساب سايز ثاني. دكتور بس بعد اذنك، في مش مبين الكول عند كثير ناس. طيب انتم بتقدروا تعزموا، كل واحد يعزم من عنده عادي، انفايت نعملهم، كل واحد يعمل انفايت من عنده اللي بيعرفهم. اوكي تمام. بس انا عملت كول لكل اللي بالشسمه، لكل اللي بالجروب للأربعين واحد يعني. بس لما يجوا يفوتوا ما بيبين انه عندهم كول، يعني على صفحة الكونفرزيشن اللي أنا كتبت عليها هولا في مستطيل أزرق اسمه محطوط عليه كلمة جوين، بس عليه كلمة جوين، شايفينه ولا مش شايفينه؟ هاي ما بتبين على التلفون، بس على اللابتوب أو على الكمبيوتر على البي سي. طيب شو بتكون عمل؟ لا لا مين لا هم؟ فيها موجودة على التليفون مبينة. تليفون مبين. شو يا إيمان؟ اعملي لها جوين. قدام أرفتكم كلكم على التيم، يعني يفترض إنه بس أعمل كول وهيك بصير بالمحاضرات الأخرى يعني. تستخدم قدراتكم الهندسية، الله يعين من التخصصات الثانية اللي تخصص عربي شو بدي يسوي؟ حتى اللحظة في عندي 19. دخلت يا أميرة أو الجداد؟ دكتور ميرا مو بكل التيم أصلا، مش مو موجودة في حاجة. كل التيم مو موجودة. طيب سلام عليكم. هايلايت بس يعني رت كليك واسك تو جوين او انفايت. احنا بالإمبيدد يعني اللي فاتح المايك يسكره، بس اذا بتوش يحكي يسكر المايك.
أميرة العتوم آد كلوز الاونلاين راح اعمل اد اذا مش مضاف وينهم يا رب اللي بتعرفوه بدي يدخل اعطوني اسمه عشان اضيفه معناته ميرا عاملة 2 accounts شو بتكون account الجامعة احنا عملنا accountات لنا لحنا اي رنيت على accountين لميرا وثن... بوث معطيني unavailable طيب طيب المايكرو كنترولر برجع بعيد الفكرة انه الميموري راح تكون موجودة داخل الشيب مع السي بي يو اثنيناته بنفس الشيب الادفانتج لهذا الاشي بدي اقبيه قد ما اقدر عشان اللاتنسي تكون اقل ما يمكن السيئات انه هاي الميموري بتاعتها تاخذ حيز فالسي بي يو لازم يكون حجمه اصغر يعني نضطر نستغني عن مجموعه من الاشياء في كمان اذر بريفرالز راح تكون موجوده بالمايكرو كنترولر اللي يشتغل على الاردوينو بكونوا مجهزين هاي الشغلات الفيري بوبولار زي مثلا اي او ديفايسز او تايمرز المايكرو كنترولر اشهر او اكثر انتشارا من المايكرو بروسيسور في عالم الامبيد سيستم عشان هاي الفيتشر الموجوده فيها عملت هذا التيبل اللي هو فيه مقارنه سريعه بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر المايكرو بروسيسور مالتي تاسكينج ليش لانه بس علي اغير السورس كود اغير الكود وراح يتغير الفانكشناليتي للمايكرو بروسيسور وبيقدر يشتغل على كثير كود بالمايكرو كنترول هو مور تاسك اورينتد دوينج سينجل تاسك المايكرو كنترول موجود باماكن كثيره موجود بالواشنج ماشين موجود بالجلايه اذا كان الجلايه شويه حديثه موجود في المايكرويف اذا كان المايكرويف شوي سمارت وحديث راح يكون في مايكرو كنترولر عشان يتحكم بفيتشرز كثيرة يغيرها اليوزر طيب بالنسبة للمكونات الأساسية للمايكرو بروسيسور في عنده رام اللي هي المين ميموري في عنده روم في اي او بورتس في يو تايمرز عدد البورتس مختلف من سيستم لسيستم يعني في الاوت اوف فليكسبيليتي في حين بالمايكرو كنترولر خلص التايمر الشغلات الموجوده ما فيش عليها تغيير they are fixed in size هي اهم شيء هذا vary in numbers هذا fixed in numbers
يعني من حيث الكوست المايكرو كنترولر لور كوست من المايكرو بروسيسر، ارخص بكثير، حجمه اقل بكثير، الباور كونسبشن راح يكون اقل شويه يعني، فهو مفضل في عالم الامبيدد سيستم، مفضل في عالم الامبيدد سيستم. طيب اذا اخذنا المايكرو بروسيسر اللي هو السي بي يو، واخذنا المايكرو كنترولر اللي هو اذا بدي اختصره سي بي يو زائد ميموري في الشيب الواحد. في نوع ثالث من البروسيسر اللي هو دي اس بي، الديجيتال سيجنال بروسينج بروسيسر. هذول البروسيسر يعني اوبتمايزد لما يجي يبنوا الداتا باث، الكنترول باث والانستركشن سيت، كانوا يركزوا انه الكومون كيس اللي بدي اعمل لها اوبتمايزيشن ميك ذا كومون كيس فاست، اللي هي النوميريكال اوبريشن، النوميريكال سيجنال بروسينج ابلكيشن. اي شيء له علاقه بالسيجنال بروسينج راح يكون هنا اسرع، راح يكون هنا اسرع. عشان هيك راح نتوقع انه يكون الفلوتينج بوينت اوبريشن سريعه، الملتيبليكيشن يكون هنا سريع، في اكثر من اي ال يو، ملتيبل اي ال يو يكون بالسيستم، يكون في الاكسس للميموري يكون سريع. اذا بدي اعمل فيتش، يعني الفيتش ستيج راح تعمل فيتش لتو اوبرند بنفس اللحظه، فعشان هيك راح يكون تو ريد بورتس للميموري او اكثر، حتى 4 و8 و16 ريد بورت ورايت بورت للميموري. وقلنا هذا الاشي اللي اسمه الهارفارد اركتكتشر راح احكي عنه بعد شوي، اكيد اخذته من ايام الاركتكتشر. من الانستركشن المشهوره في عالم الدي اس بي الملتيبلاي اد انستركشن. الملتيبلاي اد انستركشن هو انستركشن ينفذ المعادله اي اكس زائد بي، وهذا مفضل بالدي اس بي سيستمز. طيب اذا صدفت معي واحتجت انا اعمل بس اد، كيف بدي اعمل اد انستركشن؟ مين بعطيني السوفت وير سودو انستركشن لاد انستركشن عادي على الدي اس بي؟ سامعيني؟ حد عنده جواب؟ سألت سؤال على الجروب، يلا مين عنده جواب؟ السؤال مرة ثانية، إنه بالدي اس بي بروسيسر من أشهر الانستركشن الموجود عنده ملتيبلاي اد. طب واحد قال أنا بس بدي أعمل اديشن، ما بديش، بدي أعمل بس اديشن، كيف بدي ينفذ الاد اوبريشن باستخدام الملتيبلاي اد انستركشن؟ نعم تمام تمام. عبد الله بتعمل ريكوردينج قاعد عن طريق المايكروسوفت تيمز ولا من برا؟ عملته انا من برا هلا، بس ما عم بدخل المايكروفون فيه كان، بس هلا دخلت المايكروفون فيه. يعطيك العافيه. طيب هذا الحكي صحيح. طيب ونفس الاشي نفس الصيغه، اذا بدي اعمل ملتيبليكيشن، اذا بدي اعمل ملتيبليكيشن راح اخلي قيمه البي صفر واضرب اي في اكس واضرب اي في اكس. طيب نوع ثالث او رابع من البروسيسر اللي هو السوبر سكيلر، حكيت مش عارف في هاي المحاضرة أو في المحاضرة الثانية عن السوبر سكيلر، إنه راح يكون في عندي لما نصل في كل في الديكود ستيج راح أطلع أكثر من إنستركشن، على الإكسكيوت ستيج راح يكون في عندي أكثر من ALU، وكل الـ ALUs ينفذوا ثلاثة إنستركشن at the same time at the same time. أهم فانكشناليتي للـ DSP إنه يعمل بروسينج للراديو، عشان هيك الدي اس بي موجود بالسمارت فون، للسبيتش
للميديا، الدي اس بي موجود برضو بالميديكال ديفايسز اللي تحتاج تصور فيها صورة، اعمل فيها ايمج. حتى sometimes الدي اس بي is used in the networking. امثل على دي اس بي الكورتكس بروسيسر اللي هو من ARM، اللي هو من شركة ARM. في سبيشال كيس من الدي اس بي اللي هو الايمج سيجنال بروسيسر، اللي هذا بيكون متخصص بالايمجز، مختص بالايمجز بشكل اساسي. وفي عندنا النوع اللي بعديه اللي هو الجرافيكال بروسيسنج يونت. بالبداية كان وظيفة عشان الجرافيكس، عشان يعمل بروسينج للصور اللي تطلع لكم. استخدم بعد شوي عشان الجيمينج، وبعدين صاروا فكروا فيه عشان الجنرال بيربس جي بي يو، الجي بي جي بي يو اللي انا بدي اعمل احسب اني هاي بيرفورمانس كومبيوتينج كود، احوله ل كود يعني فاميليار مع الجرافيكس، لغه الجرافيكس، ونفذه على هذا الجي بي يوز. فكره الجي بي يوز اللي هي مبنيه على مبدا السندي، اللي هو في عندي سنجل انستركشن وفي عندي ملتيبل بروسيسرز بنفذوا هذا الانستركشن بنفس اللحظه. يعني اسهل مثال الصوره، اذا بدي اعمل انا اناليسز للصوره اضرب كل بيكسل بقيمه معينه، فراح ينفذ هذا الشيء ان بارلل، كل بروسيسر راح يعمل كالكوليشن لهي لبكسل واحده بالصوره، يسموه ايمج ريندرينج. زمان او اول ما بلش لما بنتيوم 4 اذا ذكرت صحيحه او ما بعد ذلك، كان في عندنا الملتي ميديا اكستنشن الام ام اكس او الاس اي، هذول عبارة عن extensions عشان يساعدوا الجيمينجز على على البي سيز، وكانوا مبنيين على نفس المبدأ اللي صمم عليه الجي بي يو حاليا. الجي بي يو يقدر الجي بي يشتغل كستاند الون بروسر، وبيقدر يشتغل ككو بروسر. يعني لازم يكون في هوست، وشبكين عليه الجي بي يو، وانا من الهوست بودي شغل الجي بي يو، والجي بي يو بعطيني الريزلت. الهوست راح يكون عبارة عن يعني سي بي يو عادي. هذا السلايد بس بيحكي عن فون نيومان اركتكتشر. شو قلنا فكرة الأساسية لفون نيومان اركتكتشر؟ حدا متذكر من مادة الاركتكتشر؟ المبدأ الأساسي إنه stored program concept، إنه الانستركشن هو عبارة عن داتا مخزنة على الميموري، فالبروسيسر راح يتعامل مع هاي الميموري، يودي الادرس ويحصل على داتا. في عنده الستاك راح يخزن عليه الاوثنتيك داتا، راح يحكي عنه بالتفصيل. في عنده الرام اللي راح يتخزن عليها الهيب او الدايناميك اللوكيت داتا، وفي عندي الروم اللي راح يكون مخزن عليها ريد اونلي داتا. فراح راح اقرا اذا كان عمليه فيتش فانا قاعد بقرا انستركشن من الداتا، اذا كان عمليه لود او ستور فانا قاعد بتعامل مع داتا حقيقيه من الميموري. في عندي two flavors للarchitecture. عندنا في عندي two flavors للarchitecture، هارفارد وبرينستون. برينستون اللي بيحب الفون نيومان بشكل مباشر، انه ما فيش عندي لا ميموري وحده بخزن عليها البروجرام، بخزن عليها الداتا. زي مادة الأسمبلي لما كنتوا في عندكم سيجمنت للتكست وسيجمنت للداتا. هارفارد أركتكتشر مجموعة من الطلاب من جامعة هارفارد قالوا لأ بنعمل تو ميموري، واللي أخذتوا مادة سي أو اللي هي المبس أركتكتشر، فراح يكون
الانستركشن مخزن على انستركشن ميموري والديتا مخزن على ديتا ميموري. اذا حصلت بنفس اللحظه محتاج اعمل فيتش للانستركشن واريد لديتا راح اقدر اعملهم بدون ما يصير في عندي ستراكشرال هازارد. وهذا التيل يختصر الفروقات ما بين الريدستون اركتكتشر اللي هي فون نيومان اركتكتشر لايك تشبه فون نيومان والهارفارد اركتكتشر. والهارفارد اركتكتشر هنا بالبرينستون برينستون احفظوها هيك حفظتوها لسنجل ميموري تو بي شيرد راح يكون للكود والديتا، في حين في الهارفارد في عندي سيبريت ميموري الهارفارد سيبريت ميموري. أنا طلعت. دكتور طلعت. طيب ليه شير ليش اليوم يمكن الانترنت سيء؟ وعندنا شتوية، عندنا شتوية كثير. He's loading now. طبعا تقدر تستخدم المايكروسوفت تيمينج تعمل تيمز بيناتكم وعادي تقدر تسهروا بدون ما تطلعوا من البيت. طيب هيو رجع اتوقع شايفينه. طيب هاي الفروقات يعني كويس احفظوها بشكل اساسي ما بين الفون نيومان اركتكتشر اللي هي البرينستون اركتكتشر سميناها والهارفارد اركتكتشر والهارفارد اركتكتشر. السي بي اي مثلا بالفون نيومان اركتكتشر جزء يصل لاكثر من واحد لانه بدي سايكل اعمل فيها فيتش وسايكل اعمل فيها اكسكيوت اذا كان عملية لود او ستور مثلا. بالهارفارد اركتكتشر اون افريج من السي بي اي عادي بيكون واحد. أنا بالكتاب مفصل كثير بشابتريات مش مطلوب بكل الجزئيات اللي أنا طالبها هون، مش مطلوب منكم إلا يعني الجنرال كونسبت تفهموا شو يعني هارفارد شو يعني سبرينستون شو يعني جي بي يو شو يعني سوبر سكيلر. وهذا السلايد اللي بيقارن بين تو ديفرنت انستركشن سيت اركتكتشرز أتوقع شفتوه قبل هالمرة اللي هو السيسك والريسك The reduced instruction set computer or complex instruction set computer. الريسك عدد الانستركشنز راح يكون اقل. مثال عليه المبس احفظه دائما. المبس واحد من الامبلمنتيشن للمبس اللي هي عباره عن ريسك اركتكتشر. كمان شركه ارم الارم بروسر اللي هو نسخه منه موجوده على تليفونك اذا كان تليفونك ايفون او كان تليفونك سامسونج راح يكون عباره عن ارم اركتكتشر عباره عن ارم اركتكتشر. السيسك اللي هو انتل اللي هو كومبلكس انستركشن سيت راح يكون في عندي لارج نمبر انستركشنز بالانستركشن سيت اركتكتشر. لما يكون في عندي لارج انستركشنز يعني في عندي لوت اوف اوبشنز، فانا اللي بدي اكتب الكود راح يكون البروجرامينج عليه سهل. اللي بكتب الكود البروجرامينج عليه سهل، في حين اللي بدي اكتب الكود بالريسك هو ما فيش عنده الا ليمتد نمبر اوف انستركشنز راح يكون البروجرامينج عليه اصعب شويه. إذا بدي أعمل فور لوب بالسيسك زي ما أخذت مادة الأسمبلي
محتاج instruction واحد، بالريسك محتاج أكثر من ذلك. طيب نفس الشيء اللي بدي يحول من high level language لassembly language اللي هو صديقنا الكومبايلر، راح تكون حالاته أسهل لأنه عدد الأوبشنز أكثر في الفور لوب اللي بالهاي ليفل لانجوج. لما بدي أحولها لassembly language في عنده أوبشنز كثيرة بسبب كثرة عدد الانستركشنز، راح تكون الكومبايلر ديزاين أسهل. الشق الآخر لازم يكون الكومبايلر ذكي عشان يقدر يحول هذا الهاي ليفل لانجوج لأوبتمايزد أسمبلي لانجوج اللي هو في الريسك. عدد الأدرس مود أقل بالريسك، خالد من الويبس كان عبارة عن 5 addressing modes. الانستركشن فورمات بيكون fixed، أخذنا بالمبس مذكرين كان عبارة عن 32 بت. في السيسك ارجعوا لمادة الاسمبلي راح تلاقوا في عندي tens of addressing modes، راح تلاقوا instruction في instructions بتها بايت واحد، instructions بتها 2 bytes، instructions بتها 5 or 6 or 8 bytes. عشان هيك بالداتا باك بتوقع انه راح يكون الفريكونسي اعلى للرسك، بمعنى اخر البيريود اقل، البيريود اقل، في حين انه البيريود راح تكون اعلى في السيسك عشان يقدر يلحق ينفذ هذا الكومبلكس انستركشن. بالرسك الفكرة الاساسية قال اعمل بسط الهاردوير، خلي الانفاسيز على السوفتوير ان يكون هو ذكي، وبالسيسك العكس كان التركيز على الهاردوير يكون ذكي يعمل اكسكيوشن لهذول الكومبلكس انستركشن، لهذا الكومبلكس انستركشن. الكنترول يونت بالريسك المفضله اللي بسموها الهاردوير كنترول يونت، يعني الانستركشن كنترول باي هاردوير من الاي فروم اي تو زي، في حين في السيسك بيعتمد على المايكرو بروجرام كنترول يونت اللي بنناقش مادة الاركتكتشر. أنا بكفيني أن تكون مثقفين في هذا الموضوع، عارفين أنه في يعني كنترول. طبعا أكيد يعني المعلومات مش دقيقة كثير لما يقول pipelining is not possible in CISC. لا بالبنتيوم في pipeline، بس البايبلاين يعني الحقيقي موجود بالالتو، موجود بالالتو كاش فقط، بعد ذلك كلها عبارة عن بايبلاينز وهمية. الريسك عدد الانستركشنز اقل، وبالتالي I can afford ان اعمل real pipeline system وبس. شابتر 8 طويل، حاول أعطي أفكار كثيرة، واللي بالفعل اللي قاعد بالدار وفاضي أشغال يقرأ تستفيدوا. لكن في مجال مادة الامتحان هاي اللي بحكي الآن عن امتحان الفاينل، هذا الشابتر من مادة الفاينل. نعم الصوت أي سؤال؟ أنا بتطرع من الجميع اللي حاب يسأل يقدر يرجع يعمل أنا ميوت. أي سؤال؟ دكتور يعني أنت هيك غطيت شابتر 8 كامل؟ هذا اللي أنا بدي منكم نعم. زي ما قلت هذا المطلوب منكم شابتر 8. شابتر 8 طويل سي شو، فشابتر 8 بيحكي عن شغلات كثيرة أخذناها بالسي أو أو بالأركتيكتشر. أنا لا بس بدي هاي الأسئلة الثقافة العامة إنكو هذول أنواع البروسترز الموجودين بالسوق. أوكي يعني بس هاي مادة الامتحان مطلوبة. أوكي تمام. نعم يعني بالذات لو شابتر 8 السلايدز بيكفوا. الشابتر الثانية كنت أقول لكم أنه لازم تقرأ الشابتر
هنا لغاية الامتحان، أحبش أحكيك بس يعني لغاية الامتحان لشابتر 8 السلايدز هذولا اللي هم شابتر 8 بروسر اسمه امبيد بروسر بكفي. بالنسبة لللاب المهندس راح يتواصل معكم تعطيكم اللاب تحلوا اللاب على السيميوليتر وتودوا الريزلت. فاللاب راح يمشي يعني. اللاب يعني ان شاء الله. الانترنال ولا الانترنال؟ الانترنال. الانترنال يا صديقي، الاكسترنال مشكلته انه في كت. فحتى هاي اللحظة ما فيش حل في الأردن على هاي السلافة. إذا جماعة الهاردوير هذولا فيكم حد خريج؟ ما فيش حد خريج عندنا صح؟ في حدا خريج؟ أنا كمان. منزلين اكسترنال ياسين؟ منزلين. طيب بتول وسيل وعبد الله. على كل حال يعني اللي من لدينا انتم نضحي فيكم نعمل اجتماع. بتساووا لا بمزح كي. يعني ان شاء الله ان شاء الله تفصل الامور مع انها من نهايه الفصل بس يعني بس هذا الموضوع يعني حتى تمر معنا كمان ما لقيته مثلا روحه كله بيعتمد على الشغل بيعتمد على الشغل بده يكون موجود فيزيكالي يعني اذا عدد قليل اصلا تحت العشره الاجتماع عالي يعني مع احد الاحتياط. اما بالنسبه للانترنال وبالنسبه للمدينه احنا ماشيين كويس احنا نقدر نختم ونقدر نمتحن ونقدر نسوي معلومات يعني ما فيش عندي كذا مع نهاية الفصل ما فيش داعي للتأجيل يعني. بس اللي بعرفه اللي سمعته الكل بعده يعني كإدارة الكل بعده بحاول يطلع من حالة الصدمة بس بفكروا هذا الموضوع جمع الخريجين اللي عندهم لابات واللابات محتاج يكون فيزيكالي موجود باللاب او حتى لما تجيب الكت تروح معك معدات تشتغل عليها يعني راح يكون فليكسبل كثير يعني راح يكون فليكسبل كثير ان شاء الله. اذا ما عندكوش اي اسئله اخرى بكتفي اليوم كيف اليوم هاي كان انا عوض محاضرة الاحد فالاسبوع الجاي بس ناخذ بس محاضرتين وبعدين ان شاء الله نرجع. سيد عبد الله سلامتك دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. عبد الله شير مع الريكورد عشان نشوف شو صار معه شو زبط ولا ما زبطش. خلص تمام دكتور ان شاء الله. السلام عليكم.